كوكيز بالفراوله والشوكولاته البيضه. دي هنستخدم فيها الباكيت كيك ميكس فراوله، في انواع دلوقتي مصري ممتازه استخدموها. بنروح عند القسم بتاع الكيكات العلب الميكس الجاهز، هنجيب واحده، بعدين هنحط عليها نص كوبايه زيت، بيضتين، وعليهم كوبايتين من قطع الشوكولاته البيضه. احنا ما لقيناش تشوكليت شيبس، جبنا بار عادي وعملناه بالسكينه صغير، مشوا اموركم مفيش مشكله خالص. طيب ورشه الفانيليا. طيب المقدار بتاع الزيت والبيض ده مقدار على الباكت كامل، هحط الزيت هنا، فانيليا زي ما قلت لكم. احنا النهارده الكوكيز بتاعتنا مش تقليديه، يعني مش الطرق التقليديه ولا الايه ولا المقادير التقليديه اهو. طيب كده رشة الفانيليا، الزيت، البيض، نضرب ده كله مع بعضه، انزل الكيك ميكس بالراحة خالص، ده بطعم الفراولة، فالكوكيز بتاعتي هتطلع بطعم الفراولة وهيطلع لونها مدي على بينك، وانا بصراحة بفضل جدا جدا الكيك ميكسز اللي بتبقى في السوق جاهزة. طيب هنزل بقى من هنا، نكمل بقى بالسباتولا عشان الخليط طبعا احنا عاملينه على تقيل عشان يدينا كوكيز، فمش هينفع بالايه بالوسك. بس كده اعمل ايه بقى؟ ابتدي ادخل المقدار الاول، اتاكد ان هو ما عنديش اي تكتلات من الدقيق ومن الحاجات دي خالص. هخلط كويس جدا جدا بالاسباتيلا، وبعدين هحط ورق زبده هنا. شكرا. وبعدين هحط شويه من الشوكولاته اخلطها جوه. والشوية دول هحطهم على الوش. اخد بقى الايس كريم سكوب ومنزلة هنا، وهسيب فراغات ما بينهم، مش هلزقهم في بعض. لونها وريحتها اصلا تحفة. ما احنا لازم نعمل السهل ونعمل الاسهل منه عشان الناس ما تبقاش مستصعبه الموضوع. انا اللي يهمني ان انتوا تعملوا الوصفه. ادخل كده الشوكليت شيبس جواها او الشرايح او القطع بتاعت الشوكولاته، هندخلها الفرن درجه حراره 180. هتقعد قد ايه؟ هتقعد وقت قليل جدا لان انا عايزاها تبقى طريه، يعني تقعد نقول تلت ساعه. الرف اللي في النص تحت بس اللي شغال، فوق مش محتاجاه، المروحة شغالة إذا موجودة في الفرن. أوكي؟